السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتبعين مديوانة بيتكوين العرب في حلقة من حلقات البيتكوين. في هذه الحلقة إن شاء الله سأتطرق إلى موضوع مهم جدا أو شرح مهم من شروحات تعدين البيتكوين. في هذه الحلقة سأتطرق إلى لوغاريتم لم أتطرق إليه من قبل، وهو بالخصوص خاص في تعدين يعني يتعامل مع كارت جرافيك الخاصة بأجهزتنا، وبالخصوص كل من كارت جرافيك تي اي من شركه اي ام دي ونيفيديا ايضا، وكارت جرافيك الخاصه بنيفيديا. العلم فهذه يعني الكارت يعني هما الرائدتان في مجال الالعاب، والجرافيك القوي جدا، يعني انهما يمكن ايضا للعلم انه اغلب يعلم انه يمكن التعدين بهما، لكن بعض البرامج التي سبق وتطرقت إليها من اللوغاريتم السابقة، كل من CHA 256 وسكريبتي التي تطرقت إليها فيما يخص تعدين البيتكوين عن طريق حاسوبك أو جهاز تشتريه من أجل التعدين به. على أي اليوم سأتطرق إلى لوغاريتم أخرى وهي X11 هي كما قلت بالخصوص تهتم أو لها جانب يعني برامجها مخصصة تقريبا إن لم أقول 100% يعني بالتعامل مع الكارت جرافيك. وكما قلت سابقا كل من AMD ونيفيديا هما المعنيتان بالأمر بالخصوص، رغم وجود برنامج لهذا اللوغاريتم يتعامل مع مثلا الخاصة بي والتي هي أنتل، إلا أن مردود أو الإنتاج لا يكون بالصورة المطلوبة. على أي هذا الموقع الذي سأشرحه اليوم هو موقع LTS Rabbit كما هو موضح في الشاشة. بعد الدخول إلى الموقع والتسجيل منه وطريقة التسجيل، لن أشرح طريقة التسجيل بل سأشرح كيفية عمل الموقع وكيفية التعدين فقط. أما طريقة يعني التسجيل فهي سهلة كأي تسجيل آخر، يعني لا يوجد أي مشكل. على أي بعد التسجيل والتسجيل الدخول إلى الموقع، نتجه إلى تحميل البرنامج المخصص للتعدين وهو X11 ونضغط عليه من هنا كما تلاحظون. نضغط هنا. للعلم فقط يوجد أيضا سكريبت إيميل لكن سأتطرق عليه فيما بعد، فقط سننظر إليه لأنه لا يوجد به معلومات أصلا. على أي بعد الدخول إلى X11 من هنا، ننزل إلى الأسفل. بعد ذلك نلاحظ وجود عدة برامج لتحميلها. على أي نحن كل واحد سيقوم بتحميل البرنامج الخاص به، يعني الذي يوافق حاسوبه. كما نلاحظ الموقع يوفر عدة برامج وكل على حسب الكارت جرافيك الخاص به. جرافيك كارت كما ترون هنا يوفر هنا في هذا الرابط الأول، هو لبرنامج خاص بالكارت جرافيك الخاص بAMD شركة AMD كما تلاحظون هنا. كما تلاحظون ايضا في الروابط الثانيه للعين فقط، هنا سي اي جي مينر هنا يعطيك يعني التحديثات او النسخ الحديثه، يعني فيرسيون 3 فيرسيون 4 فيرسيون 5، يعني في الغالب لا فرق، لكن من الافضل تحميل الاصدار الاخير وهو فيرسيون 5 الخاص بكارت جرافيك AMD. يعني إذا كنت تريد التعديل ولديك كارت جرافيك من نوع AMD في حاسوبك فقم بتحميل هذا البرنامج. نفس الأمر للنيفيديا، يمكنك تحميل البرنامج من هنا أو هذا، أي قم بتحميل أحدهما إلى حاسوبك. بعد ذلك سنتطرق لكيفية بدء التعديل. للعلم فقط، من لا يملك أي من هذه يعني الكارت جرافيك
الكروت الأخرى، فكما حالي كما هو الحال معي فما أملكه هو كارت جرافيك من نوع أنتل، يعني عادية ليست بالقوة الكافية لا للتعدين ولا شيء. فقط أتطرق إلى الموضوع، وللعلم فنفس الطريقة، لا يوجد فرق بينهم. هنا أيضا كما تلاحظ USB ميني أوبيريشن سيستم، يعني الخاص بي بالـ AMD، لكن لن أتطرق إلى الرابط الأخير. ما يهم هي الروابط الخمسة فما فوق من هنا، لكن سأتطرق بالخصوص إلى هذا البرنامج لأنني لا أملك لا نفيديا ولا AMD من أجل أن أشرح لكم، لكن نفس الطريقة. ومن لم يفهم فأنا موجود، يمكن وضع ردي في تحت الفيديو على يوتيوب أو على مدونتنا من أجل أن أقوم بالرد عليه فيما يخص كيفية عمل هذا التعديل. هل أي بعد تسجيل الدخول كما قلت وتحميل البرنامج المخصص، وأنا سأقوم بتحميل هذا البرنامج، قد قمت بتحميله سابقا. ننزل أسفل من أجل إنشاء ورك، من أجل وضع البيانات لبدء التعديل. نضغط هنا، بعد ذلك ننزل أسفل نيو ورك من أجل إنشاء ورك جديد. هنا نضع الاسم الذي نريده مهما يكن، العرب كوين مثلا، هنا باسورد مثلا 123. هنا نختار X11، ما يهمنا هو نوع اللوغاريتم X11، ثم نضغط Edit Work، ثم يتم إنشاء Edit Work من نوع X11 كما تلاحظ. الآن جميع المعلومات والبيانات من أجل بدء التعديل متوفرة. البرنامج قمنا بتحميله، Work Name موجود، Password، نوع اللوغاريتم، فقط التعديل على البيانات ثم بدء التعديل. بعد الدخول إلى بعد تحميل البرنامج كما تلاحظون، وفك الضغط ندخل إلى البرنامج، نأتي إلى هذا البرنامج، وفي الغالب تجدونه نفس الشيء في نفس البرامج في نفس يعني الروابط السابقة. من هنا نضع إيديت على البرنامج، وهنا من خلاله هنا نقوم بتعديل البيانات كما تلاحظون. اليوزر هنا نضعه، اليوزر نأخذه من هنا، وكما تلاحظون بوان تأخذه كما هو موجود هنا، الباسورد كما وضعته هنا، ثم نقوم بالتعديل هنا. هنا ستجد باسورد ستقوم بالتعديل عليه وتضع الباسورد الذي وضعته سابقا. هنا ستجد ورك نيم ستغير، او يوزر ورك ستغيره الى اسمك بوان الاسم الذي وضعته للورك، ثم نقوم بالحفظ الملف. بعد ذلك اضغط عليه لبدء التعديل، وهكذا سيبدأ التعديل بدون مشاكل كما تلاحظون. start within x11 logarithm من نوع x11. للعلم هذا الموضوع حصري، ولم لا أظن أنه يوجد أي يعني أي مدونة أو قناة تطرقت إلى هذا الموضوع سابقا، إلى هذا النوع من اللوغاريتم سابقا، يعني أنه هذا الموضوع حصري 100% ليستفيد منه الجميع. فقط للعلم أن هذه اللوغاريتميات أفضل من سكريبتي أو سي أش أو سي أش أي 256. لذا الطريقة سهلة جدا كما تطرقت إليها سابقا، كما قلت لكم لا يوجد يعني أي شيء غامض في هذه الطريقة. تقوم بتحميل البرنامج، تقوم بإنشاء الورك، تعدل على البرنامج، ثم يبدأ التعديل. وكما قلت سابقا نفس الطريقة لباقي الكارت الأخرى، مثلا نيفيديا
نقوم بتحميلها من هنا، نضغط هنا أعداد بعد تحميل البرنامج، ننتظر قليلا. أيضا من أجل للعلم، من يريد يعني شراء الكارت جرافيك من الإنترنت، فأنصحه بموقع إيباي، هو الأفضل من أجل يعني يوجد في منافسة بين البائعين، لذا ستجد ما تريده بثمن يعني قليل. على أي، بعد تحميل البرنامج نفك الضغط منه، نفك الضغط عليه، نسجل ندخل إليه. كما قلت سابقا، نفس الطريقة، نفس الأمر، لا يوجد اختلاف. مثلا نقرأ هنا، يوجد نقوم بالتعديل عليه من هنا. كما قلت سابقا، سأقوم بالتعديل عليه هنا. هنا الباسورد، هنا الورك الذي وضعناه سابقا، هنا الباسورد، ثم تبدأ التعديل كما تلاحظ. يشير إلى هنا أن لا أملك أصلا، أنا لا أملك أصلا يعني نيفيديا، لهذا سيتواجد أخطاء. على أي، كما قلت، طريقة التعدين سهلة جدا ولا يحتاج إلى الكثير من الغموض. كما شرحت سابقا، يعني تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع، تقوم بتحميل البرنامج المناسب لحاسوبك، تضع ورك جديد، تنشأ ورك جديد كما قلت، تقوم بالتعديل عليه على برنامج، ثم تبدأ التعديل. إخواني، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إذا ما عجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على جيم ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك معنا إذا كنت جديد على قناتنا، من أجل طرح جديدنا وحصرياتنا على مدونة بيتكوين العرب. لا، هنا تنتهي الحلقة، في أمان الله.